18 ائتلاف الرابع عشر من فبراير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال العلي القدير في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. صدق الله العلي العظيم. أخوتنا وأخواتنا في الله، يا جماهير تقرير المصير الرابع عشر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يوم إثر يوم تترسخ أقدامكم في ميادين الثورة، وتخط أيديكم مجد حاضر هذا الوطن العزيز ومستقبله، فلقد أثبتتم للقاصي والداني أن إرادتكم لا يمكن أن تهزم، وأن صمودكم أبدا لا يلين، وصبركم هو صبر الموقنين بنصر الله. لذا قدمتم في سبيل الله وفي سبيل الإسلام المحمدي الأصيل الغالي والرخيص، وسلكتم نهج الإمام الحسين عليه السلام، ورفضتم تقديم البيعة ليزيد عصركم الإرهاب الأثيم حمد بن عيسى، ورفعتم بوجهه شعار الحرية والكرامة، شعار الإباء والمقاومة، شعار العزة الأبدية. فارفعوا قبضاتكم واعلنوها مدوية، ارفعوها إلى عنان السماء، واهتفوا جميعا بأعلى أصواتكم: هيهات من نبذ الله، هيهات من نبذ الله، هيهات من نبذ الله، هيهات من نبذ الله، وليسمع رأس الدولة، هيهات من نبذ الله، عن حقنا ما نتخلى، هيهات من نبذ الله. يا أبناء شعبنا الأبي، في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان الكريم يعلن الشعب مجددا عزمه الأكيد على انتزاع حقه الأصيل في تقرير المصير، وهو الحق الثابت شرعا وقانونا، حيث رسخ القانون الدولي والمعاهدات الأممية حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار نظامها السياسي الذي تطمح إليه. فلا تراجع عن هذا الحق مهما بلغت ذروة القمع والتنكيل. وسنبقى مع جماهير شعبنا صامدين في سوح العزة والكرامة، ولن نقبل بأية حلول ترقيعية يحاول العدو الخليفي تسليكها. فمعا نمضي نحو تقرير المصير ونعلنها مدوية بحقنا الثابت في تقرير المصير، ونردد: حق المصير حقنا، حق المصير حقنا، وما قمعتم شعبنا، حق المصير حقنا، وما قمعتم شعبنا، حق المصير حقنا، وما قمعتم شعبنا، حق المصير حقنا. ختاما، إننا وإياكم على موعد مع منعطف هام في مسار ثورتنا المجيدة، مع اقتراب ذكرى عيد الاستقلال والتحرير في يوم الرابع عشر من أغسطس القادم وما بعده من الأيام. وهذا يتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية لرسم مستقبل هذا الوطن العزيز، ويتطلب أن يشارك الجميع في تقرير المسار القادم. فعاصفة التمرد لا يراد لها أن تكون عاصفة عابرة وتنتهي في سويعات،
بل لا بد أن تنتظر صفوفنا ونتقدم نحو ساحات التحرر وميادين الثبات كالبنيان المرصوص، وأن تكون العاصفة الثورية والهبة الشعبية التي تقتلع الإجرام الخليفي والسعودية من جذوره، وتشيد أعمدة المستقبل الأجمل والأزهر لهذا الوطن الغالي. فها هي ساحات الوطن تناديكم لتقرر المصير بأيديكم، فأنتم تستحقون حياة هانئة سعيدة، وتستحقون مستقبلا زاهرا، ولن يكون ذلك إلا بعد انتزاع حقكم في تقرير المصير. فمعا نمضي إلى الأمام يدا بيد وكتفا بكتف حتى بلوغ النصر العزيز المظفر. وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الخميس 25 يونيو 2013، البحرين المحتلة.